بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذه الليلة إن شاء الله أحب أن نتأمل معا في قول بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته، فنتكلم عن قوة القيامة بتاعت السيد المسيح، وأيضاً عن تأثير هذه القيامة ومن استفاد منها ومن لم يستفد، والنوع اللي لم يستفد أولاً ثم استفاد أخيراً. أول حاجة في قوة قيامة السيد المسيح إنه الوحيد، الوحيد لا من قبل ومن بعد، الوحيد الذي قام بنفسه دون أن يقيمه أحد. يعني كل الذين قاموا من الأموات من قبل نقدر نقول أقيموا من الأموات، بلاش قاموا من الأموات، إما أقامهم بعض الأنبياء في العهد القديم أو بعض الرسل في العهد الجديد أو أقامهم السيد المسيح، لكن ما فيش حد أبداً قام لوحده. وقيامة السيد المسيح لوحده تدل على لاهوته وعلى قوته وعلى أنه أقوى من الموت، أقوى من الموت. ثاني حاجة في قوة قيامته أنه قام وخرج من القبر وهو مغلق، خرج من القبر وهو مغلق كما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة. ثالث حاجة إنه قام على الرغم من الحراسات الموجودة التي حول مكان دفنه، وعلى الرغم من الأختام التي على القبر، وعلى الرغم من الحجر الكبير الذي غطي به القبر، ولكنه على الرغم من كل هذا قام وخرج. وبعد كده ما يشبه هذا إنه دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة، إذا خرج وباب القبر مغلق ودخل على التلاميذ والباب مغلق، كل هذا يدل على لاهوته. قيامته أيضا كانت رعبا للآباء كهنة اليهود، لكهنة اليهود، لدرجة إن لما تلاميذه بدأوا يبشرون بقيامته انتهرهم رؤساء الكهنة من اليهود وقالوا لهم أنتم تجلبون علينا دم هذا الإنسان بكلامكم. يعني ما دام يقوم بنفسه يبقى بار، ما فيش إنسان أثيم يقوم بنفسه، ما دام بار يبقى هم ظلموه، يبقى يجلب عليهم دمه. وكما كانت قيامته رعبا لكهنة اليهود كانت تحطيما للصدوقيين، الصدوقيين الذين لا يؤمنون بأن هناك قيامة على الإطلاق. لذلك كانت قيامة السيد المسيح قيامة قوية،
وتدل على لاهوته، كما تتميز قيامته أيضا بأنها قيامة لا موت بعدها، يعني كل الذين أقيموا من الأموات من قبل رجعوا ماتوا وينتظرون القيامة العامة، أما المسيح فقام قيامة لا موت بعدها. ويبقى فدي برضو ينفرد بهذا النوع. كذلك كانت قيامة بجسد ممجد، الذين أقيموا من قبل لم يقاموا بجسد ممجد. الجسد الممجد ده اللي استطاع يخش الأبواب مغلقة، واللي استطاع يصعد إلى السماء جسدياً، دي حاجة مش سهلة. وقيامته أيضاً كان من قوتها تأثيرها في التلاميذ وعملوها اللي بعد القيامة. التلاميذ اللي كانوا خائفين ومغلق عليهم خوفا من اليهود خرجوا وملأوا الدنيا تبشيرا وكلاما عن القيامة بلا خوف، فقيامة المسيح وضعت فيهم لونا من الجرأة والقوة. أيضا قيامة السيد المسيح كان من تأثيرها أننا أدركنا جميعا أننا سنقوم أيضا معه كما قام. فأعطتنا الإيمان في القيامة العامة، ولذلك بولس الرسول يقول عن قيامة المسيح إنها باكورة والباقون سيقومون معه أو سيقومون مثل ما قام. فكانت هذه القيامة عربونا لقيامتنا وإشعارا لنا بأن القيامة ممكنة. أشياء كثيرة تدل على قوة قيامة المسيح، لكن هذه هي أهم نواحي القوة في قيامته. فهل هذه القيامة كان لها تأثير واحد في كل الناس؟ لا طبعاً. أكثر ناس لم يستفيدوا من القيامة هم كهنة اليهود ورؤساء طوائفهم. دول مش بس لم يؤمنوا بالقيامة، دول أرادوا أن يمنعوا القيامة، أرادوا أن يمنعوا القيامة، فقالوا لبيلاطس الوالي: سمعنا أن هذا المضل المسيح قال إن هو يقوم في اليوم الثالث، فلئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه نعمل حراسة على القبر. فجابوا حراس وختموا القبر، وكل ذلك في عشية السبت، وجابوا حجر كبير وحطوه على باب القبر، كل ده في يوم السبت، الأختام والحراس والحرس، بينما كانوا
بينهم وبين السيد المسيح في حرب كبير، حرب كبيرة من جهة حفظ السبت، وهما متمسكين إن لازم الواحد يحفظ السبت ولا يعمل فيه أي عمل ولا حتى عمل الخير في يوم السبت. وإذا بأولئك المرائين يعملون كل هذه الأعمال في عشية السبت. كان الحقد الذي في قلوبهم أقوى من وصية السبت، وكان الخوف من المسيح حتى بعد موته أقوى من حفظ وصية السبت. وكان المسيح في قبره له قوة أكثر من هؤلاء الذين يتمتعون بالسلطة في الخارج. ومع ذلك فحفظهم للقبر وختمه ووضع الحجر الكبير والحراس، كل هذا أصبح دليلاً على القيامة. لو ما كانش فيه أي حاجة من الحراسة ومن الأختام ومن الحاجات دي، كان ممكن يدعوا أي ادعاء، لكن دلوقتي يدعوا إزاي؟ يعني ما عملوه ضد قيامة المسيح كان برهاناً على قيامته. والعجيب أنهم لما قام المسيح قدموا رشوة للحراس وقالوا لهم لما يسألوكوا قولوا أتى تلاميذه ليلا وسرقوه ونحن نيام. يعني لم يكتفوا بمقاومة القيامة، وإنما قدموا رشوة وكذبوا وعلموا غيرهم الكذب. وبهذا برهنوا على أنهم بعيدون عن الدين كل البعد، وضللوا الشعب بهذه الأمور. أما عن التلاميذ فبدأوا أولاً بالخوف والشك، شكوا في القيامة مع أن المسيح قال لهم أنه هيقوم. فلما ظهر ليهم السيد المسيح ظنوا أنه روح أو خيال أو شبح، سموه فانتوم. لدرجة المسيح قال لهم جسوني وانظروا، إن الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي. وقعد يأكل معاهم، كل ذلك لكي يثبت لهم قيامته. وفيما بعد كثرت الحكاية. دول التلاميذ. من العجب برضو مريم المجدلية. مريم المجدلية أنكرت قيامة المسيح 3 مرات كما أنكره بطرس من قبل 3 مرات. راحت للقبر لقيته فارغ، فبصت لبطرس ويوحنا وقالت لهم أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه. أخذوه، هو من النوع اللي بيتاخد ولا قام؟ والتلاميذ راحوا وشافوا وهي كانت واقفة تبكي، فنظرت ملاكين قالوا لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهم أخذوا سيدي ولست أدري أين وضعوه.
للمرة التانية، وبعدين بصت كان ظهر لها المسيح من بكاها ودموعها، ما خدتش بالها أن هو ده، عينيها متغشلقة بالدموع وهو لم يشعرها بنفسه في الأول. فقالت له: يا سيد، زنته البستاني، إن كنت قد أخذته فقل لي أين وضعته. يعني شك للمرة الثالثة. فقال لها: لا تلمسيني، لا تلمسيني باعتقادك الخاطئ هذا، إننا زي بقية الناس ممكن جسده يسرقوه ويمشوا بيه. وعلى رأي القديس أغسطينوس قال لها: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، لأني لم أصعد إلى مستوى أبي في نظرك، فكراني إن شخص عادي ياخدوه ويسرقوه وياخدوه من حتة ويحطوه في حتة. وأخيرا آمنت، لكني قبل أن أنتهي من موضوع القيامة أحب أن أتكلم عن شخصين قبل القيامة على طول ليهم أهمية كبيرة جدا، اللي هم يوسف الرامي ونيقوديموس، اللذان كفنا المسيح. مين كان يسمع عن يوسف الرامي قبل كده؟ لا كان واحدا من الاثني عشر ولا من التلاميذ الخمسين ولا حد يعرف عنه حاجة أبدا. وبصينا لقينا وقت الجد ظهر يوسف السامي الرامي في الصورة، وراح لبيلاطس الوالي وقال له: اديني الجسد بتاع السيد المسيح. ولأنه كان من الناس الكبار، يعني من الناس الكبار في البلد، فسمح له أن يأخذه. أخذه وكفنه واشترك معه نيقوديموس، شخص ما كناش نعرفه قبل كده. دي تفكرنا ان في السماء برضو هنشوف اشخاص عمرنا ما كنا نعرفه ولهم مكانة كبيرة، لم يكتب التاريخ اسماءهم لانهم كانوا اعظم من التاريخ وعاشوا في اختفاء طول حياتهم حياة مقدسة. هذا الرامي يفكرنا بهؤلاء. ونيقوديموس كان عينة أخرى، كان عضوا في مجلس السنهدريم الأعلى، ولم يكن موافقا لهم في الحكم على السيد المسيح. هذا برضو أتى، وهما الاثنين كفنوا السيد المسيح. وفي واحدة ثالثة لابد أن نضعها من هذين، مع هذين الاثنين، وهي المرأة اللي قبل الصلب سكبت عليه قارورة طيب كثير الثمن جدا وتململ البعض وقال كانوا يمكن أن الطيب ده يباع بثلاثمائة دينار ويعطى الفقراء. فالسيد المسيح قال لهم: لا تزاجون المرأة، إنها فعلت هذا لتكفيني. حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بهذه المرأة شهادة لها.